عليه. يقول: يا بني، من كشف عن حجاب الناس انكشفت عورات بيته. تسمعني عزيزي أختي الكريمة، تسمعون؟ إذا شفت عمل قبيح من واحد أو من وحدة لا تحجين بها، اضبط لسانك، وانت اضبط حتى الله يستر عليك. بالمقابل الله سبحانه جعل عقوبة على كل من يلهج بعيوب الناس. إذا أنت عودت لسانك تذكر عيب هذا وعيب هذا، هذا عند فلان قضية، هذا عند فلان شغلة، الله سبحانه وتعالى يسخر أناسا يفتشون عن عيوبك، حتى العيوب اللي بغطيها، حتى العيوب المغطاة المستورة الله يشيل الستر عنها. في دعاء كميل البارحة قرأت دعاء كميل، إن شاء الله أكو جملة: اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. شنو هي اللي تهتك العصم؟ كل مسلم، كل مؤمن، كل مؤمنة، كل مسلمة لها عصمة. يعني شنو؟ يعني ما يوجه كرامة بالمجتمع. الإنسان أحيانا يرتكب عمل شنيع يهتك ستره بنفسه، يهتك ستره ويهتك عصمته، وهذا معنى اللي يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. سألوا الإمام: شنو هي الذنوب التي تهتك العصم؟ فقال عليه السلام: أن تستر، أن تكشف عيوب الناس. في الحديث، هذا الحديث ما أقرأ لك إياه، في الحديث يأتي يوم القيامة عندما يوزعون الصحف ودواوين الأعمال، كتب الأعمال، يأتي أناس تعطى كتبهم بأيمانهم ليس فيها سيئة واحدة، كلها حسنات، كلها حسنات، حتى الملائكة يتعجبون. فيقول الملائكة، تقول: يا رب، هذول ما كان عندهم سيئات؟ يعني معصومين؟ دول أنبياء؟ يقول الله: لا، مو أنبياء، أوصياء، أئمة؟ لا. إذن وين عيوبهم؟ وين سيئاتهم؟ اسمع جواب الله للملائكة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي كانوا يسترون على الناس عيوبهم، وأنا أكرم منهم. تسمع، أنا أكرم منهم، ما طول عبدي، عبدي المخلوق يغطي عيوب الناس، أنا اللي مولاه ما أغطي عيوبه؟ إلى درجة أن الإنسان الذي يستر عيوب الناس الله يخلي الملائكة يحفظون عن عيوبه، مو بس أنا وأنت، الملائكة الذي يحفظون أعمالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الله يخلي الملائكة مخلي. مسألة أخرى، عندنا روايات، ترى أنا أقول لكم كلمات المعصومين، كلمات محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أحيانا يعمل الإنسان عمل قبيح، الملائكة يسجلون، يعرفون، ثم بعد ذلك يحسن وضعه، يصمم على أن يستر عيوب الناس. الله شو يسوي به؟ الروايات، الأحاديث تقول الله يخلي الملائكة ينسون، ينسيهم، تفهم؟ ملائكة اللي عارفين بعيبه الله ينسيهم عيبه، بعد ما يدرون به، بعد أكرم من الله تريد. ولذلك تقرأ في دعاء كميل، لما تقرأ الدعاء اقرأ يا رب بتفهم وتدبر، وكل سيئة إثباتها وياي تقرأ تفهم، أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي علي من ورائهم والشاهد لما بعد شنو؟ لما شنو؟ خفي عنهم. شلون خفي عنهم؟ هالطريقة الله يخلي العيوب
يخفيها حتى عن الملائكة، بس هو يشوفها، هو مستار العيوب. والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. فاستر الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا عيوبنا من مصائب يوم القيامة، من مشكلات يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يفضح السرائر. راجع التفسير، شنو معنى تبلى السرائر؟ السرائر السريرة، يعني النيات الفاسدة، النيات الباطنية الله يكشفها. تبلى يعني تظهر. فعند ذلك نعوذ بالله، إذا أنا أو أنت أو أي واحد من عندنا فدنية موزينة في صدرنا في قلبنا وما أظهر أنها بالدنيا، الله يظهرها أمام الخلائق فيفضحنا على رؤوس الأشهاد. أخو قطعة في كلام أمير المؤمنين مناجاة الشعبانية: إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين، فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إذن النقاط هالليالي خليها ببالكم عزيزي، احفظوا ألسنتكم، لسانك لا تشغله. أحيانا هاي ما دام دخلنا هذا الموضوع خلي نأدي حق الموضوع. وذلك حديث قدسي، حديث القدسي يعني كلام من؟ كلام الله، لا كلام الإمام ولا كلام الرسول، كلام الله. الله سبحانه وتعالى يقول: آليت على نفسي، إن الله آلى على نفسه، إذا حفظ أحد على أخيه عورة ليفضحه بها، يعني شاف من أخيه المؤمن فدعيب قلبه حتى بإحدى المناسبات يفضحه يكشفه، أن يفضحه الله ولو في جوف بيته، حتى لو بيته قافل عليه الباب داخل الحجرة، الله يودي ملائكة يكشفوه يوضحوا أمام الناس. فأستروا على الناس عيوبهم حتى يستر الله عيوبكم، ولا تفضحوها حتى الله لا يفضحكم. قل إنما، الآن ارجع القرآن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما أن الله حرم على من فاحشة، حرم علي وعليك أن نكشف عن الفاحشة، نرفع الستار عن الأعمال الفاحشة. لا تحجون، لا تحجون بها. وأوصي نفسي وأوصيكم، خاصة أوصي الشباب، عندك تلفزيون بالبيت، بعض اللقطات القبيحة لا تخلوها تنتشر. راقبوا أولادكم، راقبوا بناتكم، هاي المناظر المثيرة للشهوات اللي تسقط الحياء، تخلي الأولاد والبنات بدون حياء بدون ستر، تضيع شرفهم. ديروا بالكم، ديروا بالكم يا الآباء، ديروا بالكم يا الأمهات، أنتم مسؤولين أمام الله عز وجل، مسؤولين. والأشنع من التلفزيونات هذا الإنترنت، هاي الإنترنت، اللقطات المثيرة اللي أحيانا الشباب يلتهون بيها ويشبعون غريزتهم المحرمة بهذه المشاهد، بهذه المناظر القبيحة الفاحشة.